لابد عزيزي المشاهد ان انت لفيت على كل مصمم واحد واحد على اساس ان هو يعمل لك لوجو بسيط بسعر قليل علشان تبتدي بيه المشروع بتاعك اللي لسه بسيط. بس لاحظت ان كلهم بيبقوا عايزين مبالغ ماليه كبيره جدا. طب ايه رايك لو انا قلت لك ان انت هتطلع من الفيديو ده تقدر ان انت تعمل لوجو احترافي اكتر من اللي الشخص ده كان هيعمله لك ببلاش من خلال تليفونك بس وبذوقك انت؟ فمن رأي تأخير خلونا نكون في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم مش مكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشاف العالم اللي هنعرف فيها أفضل 5 برامج نقدر إن احنا نستعملهم إن احنا نعمل بيه لوجو ولو حتى بسيط تمشي بيه حياتك في البداية لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عليك كده وتظبط حالك في لوجو احترافي جدا. أول برنامج معنا شباب هو برنامج لوجو ميكر. أول ما هنفتح البرنامج معنا شباب هندوس على كلمة أوكي هنا وندوس على سماح وسماح. الله وأنا مالي يا بعد ما بتفتح البرنامج بتدوس على الايقونه دي هي كريت لوجو فروم سكراتش. بعد ما بتدوس عليها بتطلع لك الصوره بالشكل ده. بتختار اي حاجه انت عايزها مثلا شكل معين مثلا خلينا نختار الشكل ده مثلا نختاره ان هو يبقى 3D كده مثلا بالشكل ده. تقعد تبدا زي ما انت عايز مثلا نخليه باللون الاحمر ونحط له مثلا باك جراوند حلوه كده هو مثلا مثلا الصوره بتاعت مثلا دي وناخد مثلا ورقه الشجره دي ونحاول ان احنا نصغرها مثلا شويه عشان تبقى جوه المكان هنا وتكتب اللي انت عايزه تحت وتحط الافكتات اللي انت عايزه تحت وبكده تكون عملت اللوجو. طبعا مش ده اللوجو اللي انت هتعمله. انا عامل لوجو في السريع كده في اي هبد على الشاشه ولكن انت طبعا ده اللوجو بتاعك دي اختياراتك ده ذوقك فاعمل اللي انت عايزه وطلع اللوجو المحترم اللي انت عايزه. تاني برنامج معانا شباب هو برنامج لوجو ديزاين. اول ما بنفتح البرنامج بيطلع لنا عايزين تختاروا لغة ايه. بعد كده بندوس على كلمة كريت. بعد ما بندوس على كلمة كريت بتطلع لنا الواجهة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طبعا في حاجات مكتوب فيها برو دي لازم تدفع مبلغ مالي بسيط علشان تعرف تستخدمها. لكن في حاجات تانية ما عادي فري ان انت تستخدمها مثلا ممكن مثلا نختار اللوجو ده تمام وهنا هو نكتب مثلا اي حاجة مثلا اكتشف العالم مثلا. طبعا هو عشان انا بكتب بالعربي فالخط تحسه تنح لكن مثلا لو كتبت اي حاجه مثلا جربنا بالانجلش هتلاقوا الخط حلو كده لذيذ. طبعا بعد ما بتخلص بتدوس على العلامه دي عشان تعمل له سيف وبعد ما بيتسيف او قبل ما بيتسيف انت بتختار انت عايزه بي ان جي ولا جي بي جي. ده امتداد الصوره عايزه يبقى اتش دي وايه الدنيا بتاعته. بعد ما تخلص الاعدادات دي كلها بتدوس على داونلود وبيتحمله وبترفعه على المنصه اللي انت عايزها عشان يبقى اللوجو بتاعك. ثالث برنامج معانا شباب هو برنامج لوجو ميكر. طبعا البرنامج ده لا يقل اهميه عن البرنامج اللي فات ولكن ده اكتر حاجه بتميزه ان هو الحاجات البرو اللي لازم تدفع لها فلوس فيه قليلة جدا. يعني بصوا ده كتير جدا في حاجات ببلاش ولكن قليل لما تلاقي حاجات برو يعني لازم ان انت تدفع فلوس علشانها. وفي النماذج اللي هو بيديها لك تبقى نماذج بسيطة كده ما تحسهاش مبعزقة لا نماذج بسيطة كده وتحسها كيوت في نفسها لو انت عايز يعني اللوجو بتاعك يكون بسيط. الاول وفي الاخر صلى على النبي وانزل دلوقتي حالا قول لي رأيك في الفيديو ده من خلال الكومنتات تحت الفيديو. كان معاكم يوسف ناصر بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد في أمان الله.